وما تمشي لدجال ولا لعراف ولا تمشي لزول يديك محايات وبخرات، دي والله ما من الدين في شيء، لا بتلقاها في القرآن لا في السنة. يجيبوا ألواح يكتبوا فيها سكن وحاجات قرآن، يكتبوا بالسكن ويحطوا في موية ويقول لك اشرب فيه شفاء، ما عملوا الرسول عليه الصلاة والسلام شغل زي ده، ما عملوا الناس قامت عليه وما عملوا. وذاته اللي بيعمل الحاجات دي لما نمرض بيمشي الدكتور، الناس زي ذاته اللي بيعمل الحاجات دي، هو لما نمرض بيمشي الدكتور ومرات يموت في المستشفى، هو ذاته تلقاه يموت جوا في المستشفى، وانت تجي مسكين يديك لا يقول لك هاك اشربه وفيه الشفاء، ترفع مخدته الشيخ ذاته تلقى صيدلية الشفاء اليد البيضاء، تلقى عنده حقنتين وثلاثة حبات وخمسة كبسولات، انت ما تشرب شغلك ده؟ يقول لك لا لا الشغل لك دي ما معقولة يا جماعة، ولا يكتب لك قرآن يقول لك يتبخر به القرآن، الله ما نزله لك كده، قرآن ده في السودان ده عملوا في عمائل عجيبة خلاص، ده صح التعبير في السودان ده واحدين ربطوا حجبات، ما بجوز في الشريعة، في مزعود قال ما بجوز تعلق حجاب ولو من القرآن تميمة، قال واحدين سووا زينة في البيوت، زينة سورة ياسين سورة، واحدين خاتينه في العربات تلقى خاتين في القزاز الهايس هايس، تلقى المصحف قدام جنب الطبلون بفوق الهايس، تلقى المصحف المصحف في الهايس فوق، وتلقى تحت شغال بسري، ما مشكلة المشكلة شغلتك دي ذاتها مشكلة، شغلتك دي ذاتها مشكلة، مشكلة بتاع شنو وذاته شغلك ده غلط، ما تخات قرآن وتشغل غنى كيف ذاته، والقرآن بيخدته كده، واحدين حلوه سووه في أوراق زي الألواح دي يكتبوه وحدوه يشربوه، واحدين ساوينه بخرات، ده كله القرآن ما نزل عشان كده، القرآن ده الله وراك نزله لشنو؟ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وحتى الشفاء الشفاء تقراه القرآن ده تقراه تنفث في نفسك ولا في المريض، ولا تقراه وتنفث في موية وتشربها، دي بتختلف دي ما فيها ضرر، انت بتقراه وبتنفث في الموية وتشرب دي ما فيها ضرر دي رقية، وننزل من القرآن ما هو شنو؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما تكتب في لوح بسكن وتحط السكن ده فيه ضرر، والرسول قال لا ضرر ولا شنو ولا ضرار،